هذا أول تتويج، أول بس بالمناسبة هذا أول عربي يتحصل على هذا اللقب، أول عربي، أول جزائري يتحصل على ميدالية في الاختصاص المشي، اختصاص اللي هو صعب، اختصاص تقني. تعبنا بزاف الحمد لله، تعبنا وخاصة الحرارة وتبدلنا علينا الجو، كنا هذيك الرجل 6 ساعات فارق زماني، المناخ كان هناك برودة هناك، والحمد لله تعبنا ووفقنا ربي سبحانه، دعاونا كاع الوالدين، خوتنا، دعاونا الشيوخ تاعنا، فريق تاعنا فوق الشيخ صخري سيدي علي فاني ما نساواش، اللي دعمنا بزاف اثناء الموسم. والحمد لله نهدي التتويج لكل الشعب الجزائري، ونشكر الصحفيين وبارك الله فيكم على هذه الالتفاته، وشكرا، وان شاء الله الهدف تاعنا باريس 2024 باذن الله.